اللي بيعمل عضلات يا جماعه هو الاكل والخطه اللي انت ماشي عليها. الانسولين عايز بني ادم قاعد في البيت 24 ساعه ما بيعملش حاجه. هو كان دلس يعني ما يعرفش الانسولين بيموت؟ اكيد عارف، مات بسبب غلطه. هو كلاعب محترف متداركها وعارفها. انا كراجل داخل اللعبه دي بدور على صحتي، ما تقوليش اصل المدرب قال لي خد 1200 ترينابولون في الاسبوع. ترينابولون هو مش فات بيرنر صرف، الانافور بيعمل شوت داون، فلازم تاخد معاه تيست من بره. ومال البريفرون ومال العضلات؟ البريفرون يا جماعه مش كورس هرمون، اجمد المدربين اللي في العالم بيستخدموا. دي اسرار بفلوس، دي اسرار. انت على خلي بالك، انت بتخليني اقول حاجات انا ما بقولهاش لايف. بصوا يا جماعه، في فرق بين الفيتامينز والمكملات. انا ما قلتش ان المكملات مش حاجه اساسيه. انا كل اللي قلته عشان كلام، انا عارف ان هو هيبدا يتحور. انا عارف كل اللي قلته يا جماعه، المكملات مش اساسيه زي الاكل والفيتامينز والمينرالز. المكملات تقدر تجيبها لو معاك فلوس تحطها، ولو انت ما معاكش فلوس ما تحطهاش عادي. هي مش المكملات مش اللي هتعمل لك عضلات. اللي بيعمل عضلات يا جماعه هو الاكل والخطه اللي انت ماشي عليها. انا راجل في فتره مثلا اوف سيزون فعايز ازيد، فما ينفعش انا اصلا في الاون سيزون باكل 3000 اكل في الاوف سيزون 3000، عشان انا في الاوف سيزون لازم اعمل فائض. الفائض دوت لازم اعدي شويه، فلازم اخش ب 4000 او ب 4500 5000 عادي، مفيش مشاكل. انا في الاون سيزون باكل 3000 3500، في الاون سيزون باكل 4600 5000. فلازم تعمل اوف سيزون حاجه وفي الاون سيزون حاجه. طب هل يا فوده البروتين هو اللي خلاك توصل ل 4500؟ لا، الاكل بتاعي اللي انا باكله. طب انت بتاكل قد ايه يا فوده؟ انا باكل 8 وجبات في اليوم. طب الثمان وجبات يا فوده فيهم قد ايه كارب؟ فيهم حوالي 1400 جرام كارب. 1400 جرام كارب خام، مش خام، 1400 جرام عادي خام، متهيألي في حدود 450 متهيألي او 500. دي حاجه انت لازم تراعيها في النظام اللي انت بتعمله، ان البروتين والفيتارجو دي حاجات مش هي اللي هتزودك. اللي هيزودك فعلا هو الاكل. بص، دايما كان ريتش بيانا بيقول كلام، انا كنت بحب ريتش بيانا قوي، لان ريتش بيانا كان صريح، زي بيحب يتكلم مع الناس وبيحب يوصل للناس المعلومه الصح. انا ما بحبش اضحك على حد، يعني ما بحبش حد يسالني مثلا يقول لي انا هاخد انسولين عشان اعمل عضلات، فاقول له خد انسولين. لا، لان انا عارف، والله عارف ان انت هتقع في قصه كبيره قوي قوي قوي. ابطال كبيره وقعت فيها. دالاس، هو كان دالاس يعني ما يعرفش ان الانسولين بيموت؟ اكيد عارف. هو دالاس ايه اللي حصل له؟ دقيقه، غاب دقيقه في التليفون، نسي خلاص الموضوع بتاعه، دخل في غيبوبه، محدش لحق. دالاس مات بسبب غلطه. هو كلاعب محترف متداركها وعارفها كويس جدا. ما بالك انت بقى اللي عندك مشاكل امك وابوك، وما ينفعش على فكره انت تاخد انسولين تتعصب، ما ينفعش تخش في مرحله توتر اوفر ثينكينج والكلام ده كله. كل الحاجات دي ما ينفعش تخش فيها. الانسولين عايز بني ادم قاعد في البيت 24 ساعه ما بيعملش حاجه، عايز بني ادم بينام وبيتمرن وبياكل وبيشرب، انما مش عايز يخش في صراعات وامي بتزعق لي، واصل امي اتخانقت مع اختي وجوز اختي مش عارف جالنا، وانا عملت مشاكل في الشارع. كل الكلام دوت مع الانسولين ما بياكلش. هتلاقي نفسك اصلا طول اليوم، مع ان الانسولين كان اكت رابيد، مع انك طول اليوم عمال تخش في غيبوبه وبتعرق قوي وبتحس باعراض الانسولين بالدوخه، هتلاقي نفسك داخل في قصص مش بتاعتك اصلا. فانا ليه من الاول هاخد حاجه زي كده؟ طيب انا كراجل داخل اللعبه دي بدور على صحتي، ما دام بدور على صحتي يبقى لازم اخد حاجات تفيد صحتي. هل لو انا ضريت صحتي هعرف ارجع تاني؟ هتعرف، بس انت يكون ليك طريق لبدايه عشان تعرف تروح للنهايه وترجع له تاني. ما تاخدش طريق انت مالكش فيه لا بدايه ولا نهايه، وتفضل ماشي في الطريق وعمال تاخد في حاجات، وبعد كده تقول لي اصل المدرب. ما ترميش اللوم على المدرب، انت مش عندك عقل؟ عندي عقل. طيب ما دام عندك عقل، العقل ده بيفكر وبيقول لك على كل حاجه، ما تقوليش اصل المدرب قال لي خد 1200 ترينابولون في الاسبوع. ما هو ده مدرب ايه؟ ما هو انت بتفكر. طب انت بتقرا على النت؟ بقرا. طيب انت ما قريتش في مره ان انت بقرا؟ انت فاهم؟ فالموضوع بالنسبه لي ساعات بيخش في اللي هو انا بسخر من الانسان اللي بيبعت لي رساله زي كده، لان بجد 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 يا جماعه انا بشوفكم برابانت، يعني بتعرفوا تردوا وبتتكلموا كويس ومش عارف ايه، ولو المدرب دوت ودك في داهيه بتقعد تتكلم عليه وحلقات ورجع لي فلوسي واعمل لي مش عارف ايه. طب وانت ما فكرتش في ثانيه تدخل على النت؟ بس ما تسالش مدرب تاني، لان دي عيب. يعني ما ينفعش تاخد كلام مدرب تبعتها لمدرب تاني وتقول له هو ده صح، هو ده ينفع، يبقى انت كده من الاول ما بتثقش فيه، يبقى ما تشتركش معاه، ما تخشش معاه في القصه دي اصلا. في حاجه برده كنت مهمه لازم اتكلم عليها، لازم اطلع اتكلم عليها وكان لازم اوضحها. في ناس بتاخد كلينا باترول، بتاخد كلين لمده 3 شهور و4 شهور و5 شهور. يا جماعه
يا جماعه الكلين بادفول دوت محفز البيتا ريسبتور، تمام؟ فعشان تاخده البيتا ريسبتور ده بتتملي بيه بعد 14 ل 21 يوم، تمام؟ في ناس بتقعد شهر عادي بتفضل البيتا ريسبتور شغال وبيفضل الكلين بادفول شغال. الناس بتفتكر ان لما وقف الحرق عنده انه كده ياخد يعلي الجرعه، لا، الموضوع مش موضوع جرعه، الموضوع ان في حاجه اسمها هيستامين، الهيستامين ديت بتاخد لها مضاد اسمه الكيتوفين، فعشان تاخد الكيتوفين دوت تفضل الهيستامين ديت تتشبع تاني البيتا ريسبتور تبقى فاضيه تاني عشان تبدا تاخد تاني كلين باترول، تفضل تدخل تاني كلين باترول. طيب ايه هي اليه عمل الكلين باترول؟ الكلين باترول بيوسع القصبه الهوائيه، يضخ دم في الاكسجين، في يضخ اكسجين في العضلات، وبيعمل حاجه تانية خالص بقى الناس برده مش بتفكر فيها خالص وبيقولوا لي ده فات بيرنر. يا جماعه هو مش فات بيرنر صرف، يا جماعه هو بيرفع درجه حراره الجسم، فالجسم بيبدا يحرق من الاكل ويخرج طاقه عشان يبدا يخلي درجه حراره الجسم متعادله فتنزل تاني. هي ديت اليه عمل الكلين باترول، انما مش اليه عمله ان هو فات بيرنر صرف. هو يعني هو بيحرق الكالوريز من العمليه دي، انما هو مش بديل فات بيرنر، لان برضو انا ما بعترفش بالفات بيرنر. طيب انا عايز اخد تي 3 يا فود، هتاخد تي 3 ليه؟ هاخد تي 3 عشان بيخسسني. طيب في ناس كتيره يا جماعه دخلت في موجه التي 3 ديت وخرجت منه بمشاكل في الغدد كتيره قوي. في ناس منهم مثلا اصحابي دخل في مشكله التي 3 دوت وكان بياخد ما شاء الله عند وصل حد انه كان بياخد 200 تي 3 في اليوم، وخرج بمشكله كبيره قوي في الغده وفضل يتعالج منها سنه كامله بيتعالج من الغده. في بطل معروف برضو نفس النظام كان عنده نفس المشكله، مشكله التي 3. طيب يا فوده، طيب ما احنا بنلاقيكم بتاخد تي 3. ايوه احنا بناخد ليه تي 3؟ لان الجروث هرمون بيوقف عمل الغده، لازم اخد تي 3. فباخد تي 3، ما باخدش التي 3 بجرعه 25، باخد تي 3 بجرعه 12 ونص تو كل يوم عشان بس ينشط العمليه، لان هو التي 3 مسؤول عن الميتابوليك، فاللي هي المعدل الاي دي، فعشان لازم اخد التي 3 دوت عشان يفضل منشط العمليه معايا وشغاله معايا عشان الغده ما توقفش. بس كده. طيب ايه تاني؟ فود انا باخد انافور، تمام؟ خدت انافور، ايه اللي حصل لك؟ ما انا باخده لوحده هو والكلين. يا جماعه الانافور بيعمل شوت داون، فلازم تاخد معاه تيست من بره، طيب هو ايه قصه الانافور؟ هو بيزود معدل تخليج البروتين جوه العضلات، دي قصه الانافور كلها، فبيعمل زياده في الكتله العضليه. نفس الكرياتين، نفس القصه عند الاثنين، بيعملوا نفس الحاجه. طيب يا فود البنات ليه بتاخد انافور؟ لان هو مش بيتحول لارمات، مش بيتحول استروجين، هو مش اندروجيني، فعشان كده مش بيبان على البنات اي صفه من صفة ان مثلا يخشن صوتها، يطلع لها شعر كتير مثلا في اماكن ما كانش بيطلع لها شعر فيها. الكلام ده الكلام المهم للناس المفروض توصله. طيب في حاجه تانية بقى خالص، نخرج من الموضوع ده، انا عمال احكي في حاجات واخرج من حاجات احكي، بس اللي بفتكره بقوله، الاسئله اللي بتسالها بفتكرها بقول. في حاجات مهمه تانية جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه، انا كراجل فاهم جدا 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 مثلا، ومثلا بكلم سامي وسامي مش فاهم اي حاجه مثلا، انا ليه هطلع متابعين ما بيفهموش الانجليش واطلع اكلمهم بكل المصطلحات الانجليش؟ انا كده هثبت ان انا الجامد؟ لا، انا بتضايق من الموضوع دوت من ناس كتيره بتطلع تعمله. يا جماعه انت بتكلم طبقه، الطبقه ديت بتسالك بتقول لك هل الامينو الاربع اتنينات مفيد ولا لا، فانت لما تخش له بقصه بقى ده اصلي مش عارف ايه والميتابوليك والمش عارف ايه وقصص اللي الناس بتقعد تحكيها ديت، انا بستغرب منها. مش لازم تستخدم مصطلحات انجليش كتير في الكلام مع الناس، وصل للناس المعلومه ببساطه. الناس مش عايزه تعرف عن الانافار كل الكلام الانجليزي اللي انت قلته ده، الناس عايزه تعرف في الاخر. لا بس اسمع، بص انا ليه بستخدم مصطلحات بالانجليزي؟ عشان انا بدرس بالانجليزي، فانا اصلا ما اعرفش الكلمه بالعربي. انت كنت قاعد بره، انت مشكلتك مش ان انت ما بتعرفش تتكلم عربي، انت مشكلتك انك كنت قاعد بره، فاكتر كلامك كده. انا مثلا دلوقتي لان اكتر كلامي مع اجانب، فكل شويه باجي اتكلم مع حد مثلا بتلخبط، ممكن اتكلم حد مثلا انا مش بكون قاصد ان انا اتعالى او ابين ان انا مثلا بتعرف اتكلم والكلام ده، بس هي بتطلع مني كغلطه وبعد كده بقولها بالعربي تاني كمثلا كترديد ليها، اللي هو انا مش قصدي، يعني انا قلتها كسرعه مني. يعني ساعات مثلا حد يقول لي حاجه اقول له يا وبفضل اقولها كده، اللي هو بيكلمني بالعربي بس انا بجاوب كجواب لحد كان بيكلمني مثلا قبله ونسيت، وبفضل اتكلم بنفس اللغه، يعني فاهم؟ ياما. طيب مين احلى جسم بتشوفه في الاوبن ويت؟ توب 3 بالنسبه لك، و2 1 2 توب 3 وكلاسيك توب 3 وفيزيك توب 3؟ بحب سامي الحداد في التونتو، سامي بالنسبه لي اسطوره، وبالنسبه لي يعني حاجه قدوه. سامي على فكره يا جماعه اللي انتم مش عارفينه، سامي الحداد زي ديكستر جاكسون بالظبط، يعني هو كبير في السن وبادي من بدري جدا ودايما توب 6 ودايما جامد حوار. يعني البريفرون يا جماعه، البريفرون مش موجود، عشان برضو السؤال ده بينرفزني قوي. البريفرون يا جماعه مش كورس هرمون يا جماعه، البريفرون دوت هرمون اندروجيني يا جماعه، البريفرون ده بيستخدموه عشان القوه الجنسيه، الرغبه، الكلام دوت، الانتصاب،
بياخدوه عشان المواضيع دي، انما هو مش معمول عشان انت تاخدهولي في كورس تقول لي اصل انا واخده عشان بيقولوا بيزود عضلاتك. هو مال البريفرون ومال العضلات؟ ملوش علاقه بده. احنا ليه بناخده؟ بناخده عشان لما بنكون بناخد دكه، بناخد حاجه زي الترمبالون، الحاجات دي يا جماعه بتخلي فالدنيا بتكون ضايعه خالص خالص، فاحنا بناخدها لمجرد ان الدنيا تمشي شويه، وهو بيزود التست فري اللي في الدم عشان كده احنا بناخده بس. انما هو ملوش علاقه بموضوع ان هو انا باخد بريفرول لوحده، ودي سؤال اتبعت لي، انا باخد بريفرول لوحده مع كلينا باترول. طب انت بتاخد بريفرول ليه؟ عشان انا سمعت ان هو بيزود عضلات. بريفرول ماله ومال العضلات يا عم؟ ملوش علاقه بالعضلات خالص، احنا بناخده عشان سبب تاني خالص مش عشان العضلات بس. المنت على فكره اقول لك حاجه، من اذكى المدربين اللي في العالم بيستخدموا المنت، اجمد مدربين. انت عارف انا اللي دخلت المنت مصر؟ هو بص لك حاجه، اول ما نزل المنت كان بيتقال عليه كلام ان هو خطر، واوعى تقرب له وده بيخصيك وده مش عارف ايه وده قصص. حسن زكي وسموي وابراهيم سامي اللي نزلوا منت مصر. بوم. اسمع، المنت للاسف في حد مشهور طلع اتكلم عنه وحش وقارنه بالترمبلون واختار الترمبلون. انا احب اقول لكم انه انا اختار المنت عن الترمبلون لو حقيسها سايد افكتس مع ادفانتج وديس ادفانتج، مميزات وعيوب. الترامبلون عيوبه اكتر بكتير من المنت. المنت ممكن لو عيوبه تكون في السبرم كاونت، فمعظم الوقت هي بترجع تاني وبسرعه. الترين اشرس على الكبد واشرس في الاجريشن، بيلعب في دماغك شويه، وممكن يرفع البرولاكتين مش بس استروجين، وزي ما قال فوده يعني ليه عيوب كتير، ولكن ريزلت يعني تستلم منه نتيجة لا. الترين هيديك harder look more stronger look stronger muscle. بس أنا الترمبلون يعصبني جدا، ممكن أعمل مشاكل أخذ ترمبلون فأتفادك. طب أنت جربت الترمبلون الميثيلين؟ في ميثايل ترين أنا برضو دخله مصر، ما تخيلناش بقى زي. أقسم بالله أنا فاكر أنا أخذته في 2017. ده ميثايل ترين ده كده يعني، في انت عارفين في على فكره نص الناس ما يعرفوش ترتيب الترين، في اسيتات والميثيلين. الهكسا اسرع من الاسيتات، والانيتات بطيء يعني. خلينا للحاجات اللي قبل البطوله، الاسيتات الناس ما بتعرفش ان في هكسا، هكسا سريع قوي برضو. بعد كده الميثيلين دوت فظيع، اقسم بالله المدرب قال لي، باتريك قال لي هتاخده وخلال الاسبوع ده فوت التوقع ان انت تكون عصبي جدا. اقسم بالله انا كنت كل يوم بضرب عيال بتاع توك توك كل يوم. اسمع، ده بيتاخد بالربع ملي، الربع سنتي سوري، يعني هو في ساعتها وممكن تاخده مرتين في اليوم، هو سريع جدا. ده انا كنت بعمل تركاية كده ساعات، ممكن اديه قبل الماتش قبل البطولة، بيدي اجريشن وبيدي طاقة وبيساعدك تتحمل. اخر اسبوع قبل البطولة. دي اسرار بفلوس، دي اسرار انا ما بتكلمش. انت خلي بالك انت بتخليني اقول حاجات انا ما بقولهاش لايف، انا عمري ما بتكلم عن هرمون. الناس كل ما بتطلعني على لايف بتطلعني اتكلمنا عن اكسجين. انا لو عايز اهاجم سامي مش هطلع على لايف، انا هروح لك عندك البيت واتكلم معاك وش لوش ونتكلم. اتكلمت معاه شدينا مع بعض، قمت رحت له، كنت في الفجيره، سافرت له من الفجيره لدبي وضربته قدام الجيم في دبي. انت يور فيفرت فيزيك بيشدك؟ ما بحبش الفيزيك كله، انا مش بقتنع ان دي عضلات بامان. عبد الجليل جاي لك جاري، يعني ايه مالهم بتوع الفيزيك؟ ممكن اكون مثلا في الكلاسيك فيزيك بحب بيريون، على فكره بيريون في الحقيقه مش ضخم، بس شوف التفاصيل، رجليه فيها ديب كاتس غويطه، البروتين الخام غلط.